اليوم بالمستشفى الألماني 492 سرير. الشركة تشتغل بكل وينجات، عندنا ثلاث وينجات بالمبنى الرئيسي للمستشفى، الوينج A والوينج B والوينج C. مثل ما تشوفون العمل جاري بكل الوينجات وكل الأجنحة. كذلك مباني الاستافات، عندك المستشفى يتكون بها بنايتين للسكن الأطباء، أيضا العمل جاري بها ومفتوح العمل بها. وكذلك أيضا راح يستأنف العمل في المبنى التكنيكال. طبعا المستشفى تحتوي على العديد من الأقسام الطبية والعديد من الاستشاريات والعديد من الأقسام الخاصة بالإيميجينج سيستم، وكذلك هي مزودة بأفضل الأجهزة الحديثة، وراح يتم يعني استيراد هذه الأجهزة في سنة الاستيراد من أحدث الأجهزة الموجودة. طبعا يضم قسم للعلاج الطبيعي، يضم قسم للمعجلات الخطية، أيضا فيها أقسام عديدة من أقسام الاستشاريات، كاستشاريات اختصاصية مثل استشاريات القلب والعصبية، وكذلك الاستشاريات الخاصة بالباطنية، واستشاريات أيضا خاصة بالمفاصل والعلاج الطبيعي، واستشاريات الصدرية، ومبنى خاص يعني للطوارئ، يكون قسم كامل يحتوي على الاي سي يو الموجود بالمستشفى، وتحتوي على أقسام للحروق، وكذلك الجراحة التجميلية أيضا استحدث قسم فيها. وكذلك أيضا هذه المستشفى يعني هي فيها العديد من مصالات العمليات الجراحية الكبرى، وفيها أقسام من العمليات الجراحية المختصة المتخصصة مثل عمليات العيون وعمليات اليوم الواحد، وكذلك أيضا بالنسبة لعمليات الطوارئ. طبعا المستشفى يعني لا شك في أنه هي من المستشفيات الكبيرة، تحتوي على 492 سرير، وراح يعني راح تقدم خدمة كبيرة لأهالي المحافظة. مشروع 400 سرير من مشاريع النوعية لوزارة الصحة التي عيد استئناف عمل بها بعد تدميرها بالكامل من قبل عصابات داعش. بداية العمل سنة 2022 وبمدة لا تتجاوز السنتين. الجهود حثيثة لإقامة المشروع بوقت وإكماله بوقته المحدد. الشركة المنفذة والجهة الاستشارية المتعاونة معها قائمين بواجباتهم بأعلى المواصفات الفنية وبأحدث التقنيات. تم إنشاء مختبر حقلي تابع إلى جامعة الموصل في موقع العمل الذي هو المستشفى الألماني، حيث يتم فحص جميع المواد الداخلة إلى المشروع التي تشمل الحديد والسمنت والحصى والبحص والرمل، وأيضا فحوصات التيكلم والمواد المضافة أيضا ومطابقتها مع المواصفات العالمية لجودة المواد. ويتم أيضا فحص مقعبات الخرسانة في داخل المختبر بالتنسيق مع دائرة المهندس المقيم.